شو الموضوع؟ قالوا الموضوع واحد من عيالنا جاب العيد، حنا عند الله ما عندك. توقعت والله صادم سيارته ومنتهي، يعني سيارة ولا دين 15,000 ريال 20,000 ريال. قالوا هذا الحق له وحده من خشم العان من مستشفى الحرس الوطني إلين وصلها طريق الملك فهد. قلت أيوه. قالوا حقيقة تعرف شاب وطايش، وكان شاب وطيشان شباب عمره حدود 24 و25 سنة، وشاف الوحدة طالعة من مستشفى الحرس الوطني بسيارتها مسكينة رايحة بيتها، وقام يطردها من خشم العان إلين طريق الملك فهد. يجي من قدامها ويجي وراها ويعطيها السناب ويحاول يعطيها الرقم ويشلها، طبعا لان هذا كله كان مصور بكاميرا مركبتها في السياره وهي مصوره بالسناب، والبنت اللي ميه في السواقه. المهم اخر شيء هذا الشاب ايش سوى؟ يوم البنت ما اعطته وجه جاء قدامها وضرب فرام ودخلت في الصب وصار له حادث وتكسرت اسنانها وانكسر خشمها ضرب في التركسون. المهم انه السياره انعدمت والبنت نقلها المستشفى. رجعوا للكاميرات في السيارة لقى كل شيء مصور، يعني تحرش 5 سنوات وشروع في القتل، لأن ضرب فرامل قدامها وخلاها تصدم وكل شيء مصور، يعني شروع في القتل، يعني بياخذ له كم سنة في السيارة. يعني تخيلوا، يقول إنه هذا الشايب ذا يقول والله طلعت الكاميرا مصورة حوالي 37 دقيقة، 36 دقيقة هو مصور وهو يجي من وراها ويجي من قدامها ويجي يضرب فرامل وراها ويجي اخر شيء يوم ما عطتها البنت وجه صك فرامل قدامها وضربت مسكينه فرامل دخلت في الصبه. المهم شو الموضوع؟ قالوا توسطنا. قلت والله شو اتوسط لكم؟ قالوا الشخص اللي انت مسوي الحادث تعرفه ان عند الله ثم عندك، يعني تحرش 5 سنوات شروع في القتل، يلا شو يبغى له 2 سنين ولا 3 ولا 4 ولا ما ادري كم اللي يحكمون عليه، يعني فيها